يجوز أن نقول أن مسألة الغناء فيها خلاف بين أهل الغناء ولا الموسيقى تقصد؟ الموسيقى مع الغناء. يعني الغناء أنه يعني بين الحل. ابن عباس رضي الله عنهما جاءه رجل فسأله قال الغناء حرام؟ فقال لا أقول حرام إلا ما في كتاب الله. فقال له الرجل إذن حلال؟ قال ولا أقول حلال. قال فما هو إذن؟ قال له ابن عباس أرأيت إن جاء الغناء يوم القيامة مع الحق يكون أو مع الباطل؟ فقال الرجل مع الباطل. قال أفتيت نفسك، هذا الغناء بدون موسيقى. أما الموسيقى خاصة موسيقى الآن التي يعني نراها في زماننا ولم يعرفها السابق، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه يأتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وهذا في صحيح البخاري الحديث. وقوله يستحلون يظهر منه أنها حرام، خاصة أنها قرنها مع أشياء محرمة، الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحر اللي هو الزنا، والحرير اللي هو للرجال محرم على الرجال، والخمر محرم على الجميع، والمعازف محرم على الجميع. فكون ذكر مع هذه الأشياء وقال يستحلون فدل على تحريمه. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أن المعازف محرمة، بل إن البعض نقل الإجماع على أنها محرمة. وأشهر من خالف في هذا ابن حزم رحمه الله تعالى لما ضعف حديث البخاري وادعى أنه معلق، وخالفه جماهير أهل العلم. وحتى أنه من رد عليه من أهل العلم قال حتى لو قلنا أنه يعني معلق فهو عند غير البخاري، عند أبي داود وعند البيهقي إسناد صحيح متصل بدون تعليق، والحديث ليس في البخاري فقط. فالصحيح أن المعازف محرمة لا تجوز، نعم. لكن قضية إجماع أو لا، لا ما فيها إجماع، لكن هذا القول جماهير أهل العلم. وإذا قلنا قبل قليل من قال من أخذ بقول أهل مكة في الغناء، أنا كان بعض علماء ذلك الزمان يفتون بجواز الغناء، لكن ما تكلموا عن الموسيقى، نتكلم عن الغناء بشكل عام. الله العالم.